تمنينا انه تكون خاتمتها كما شاف، لكن للظروف الصحيه نختتمها. شكرا مجددا، ان شاء الله في مناسبات التواجد في نهاية رحلة الصعود إلى طاسيلي هو يوم مميز بالنسبة لي، وبقدر ما هو يوم سعيد وهو إلا أنه يوم حزين، لأنه هو نهاية مرحلة، ولن أقول نهاية رحلة، نهاية مرحلة وبداية إن شاء الله لمراحل كثيرة إن شاء الله في المستقبل. رحلة الصعود إلى طاسيلي هي من أطول ثاني أطول رحلة أو ثاني أطول مغامرة أقوم فيها في سجل المغامرات اللي قمت فيها، وفي 84 بلد سابقين. الجزائر هي الأكثر تميزاً لأنها هي بلد واحدة. أنا قمت في رحلة في السابق 5 أشهر، ولكن 15 بلد في هذه 5 أشهر. هذه المرة الجزائر لها تميز خاص ولها علاقة خاصة، بل إن هي تعاون. أنا ما كنت إلا أن عضو في فريق ينهض بالسياحة في الجزائر،